عساس موسى ولا خاتم سليمان باش نقول لكم غادي نلقى لكم حلول لمشاكل التعليم وأزمة الدكاترة المعطلين والصحة وأزمة المستشفيات وقلة الأدوية والشغل وأزمة البطالة والسياحة وهروب السياح على بلادنا والفلاحة ومشاكل العالم القروي والملاحة وسوء استغلال المياه وما إلى ذلك من مشاكل. الحزب ديالنا بارك الله فيكم اللي الرمز ديالو هو الفكران يعني بدا بالعربية السلحفات غادي ناضل من أجل الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد أنا راك لازم نجي سيدي راه ماشي الطمع الحمد لله حنا بشعورنا ما نحتاجش الخيوط لا الحال خويتي واش غير تما كتبان الشعور والخيوط ويلي مويدك حنا جالسين في الحمام لا الاستاذه اللي اليس كامل عندك ما تزيدش ما تزيدش اويلي انت داكشي اللي قالت لك الاستاذه اللي باغي تمشي وانا غير بغيت زعما قلت نزين بها شويه نزوق بها الخطاب وصافي ما شباب استاذ الا ما عجبتكش تحيدوه اسيدي حيد عليا داك الشوايل ديالي والغلط كيرجع من التلفاز لا كان الخطاب كيف مكتوب عافاك قولوا صافي استاذ نحيدوا الخيوط نحيدوا الشعر ما تقل شوف كاع الحاجه اللي تقل ما كاين ولهذا اختي المواطنه اخي المواطن استاذه نعم هاد اهيب بك سبحان الله العظيم عظامي ما حملوها ما هي كنقول أهيب بك كتجيني بحال الخلع لا سيدي الحاج بالعكس أهيب بك تعبير سياسي محض مجنح مجنح خوار صافي أويلي تبع له أستاذي إلا باغي تنجح واخا سيدي قولي ما تعاودش ولهذا أختي المواطنة أخي المواطن أهيب بك أن تصوت على الحزب ديالنا اللي الرمز ديالو هو الفكرون وشعارنا هو من أجل العمل والمال وخبز الحلال وراحة البال وضمان المستقبل لجميع الأجيال كن على بال.